كنت عليه حسيتك على اعلان النتيجة؟ لا، النتيجة طبعا واضحة ان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأرضيته وشعبيته حاز على ملايين من الأصوات، وأنا طبعا بالنسبة لي بأن أنا بنافس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيعني لو كان منافس آخر كنت جبت أصوات أعلى، ولكن أنا سعيد جدا بالنتيجة، سعيد إن فعلا دي مرحلة مصر بتعدي منها، وقدرنا كلنا نسيطر والشعب المصري بمشاركته ونزوله سيطرنا على كل الناس المتربصة لمصر فعلا، والنهارده بقى عندنا انتخابات ديمقراطية حرة حقيقية، مبقاش لا استفتاء ولا كلام منا. فالحمد لله مصر عدت بخير، والرئيس عبد الفتاح السيسي قدامه 4 سنوات، أنا بقول 4 سنوات مش هيبقوا سهلين، لازم نشتغل كلنا معاه ونتعاون معاه عشان نطلع فعلا بر الأمان كلنا مع بعض، الفكر التنموي الاقتصادي، وبرضه نبقى متصدين لكل اللي بيلعبوا بينا ومشاعرنا والشعب المصري. فاحنا فعلا يعني انا سعيد شخصيا ان النتيجه طلعت بهذا الشكل، وانا كنت اجيب اوصل حوالي 3% او حوالي قريب من 700,000 صوت امام رئيس عبد الفتاح السيسي، فده انجاز كبير جدا. خطوات سيادتك في المرحله القادمه؟ خطواتي المرحله القادمه هي بناء مؤسسي حزبي كبير جدا، احنا عايزين حزب الغد يقوم بدوره الوطني فعلا ويتحرك لقدام ويجمع مع تكتلات حزبيه ونقوم بمعارضه بناءه. احنا عايزين فعلا نقوم بدور المعارضه، بس المعارضه البناءه اللي بتوصل البلد الى تقدم، يعني احنا ده الهدف بتاعنا. احنا مش عايزين بقى الاصوات اللي بتطلع وتتكلم وتقول كلام ملوش قيمه ولا حاجه، وهول كل هدفهم ان هم يتصيدوا في مصر في البلد دي. لا، عايزين نعمل حاجه كويسه وحاجه بقوه، نجمع الاحزاب مع بعض ونقود هذه المنظومه بالفكر التنموي الحقيقي. في كلمه اخيره تحب توجه رساله للشعب المصري؟ انا بقول للشعب المصري الحمد لله، انتوا عملتوا الاداء بتاعكم المصري، وانتوا فعلا اللي كنتوا مرشحين وانتوا اللي كسبتوا. فانا عايز اقول كملوا المشوار بتاعكم، تكاتفوا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلنا مع بعض خلينا نعمل اداء كويس للبلد ديت عشان مستوانا الاقتصادي والتنموي يبقى كويس والناس كلها تعيش حياه هنيئه، واحنا عندنا برامج هنفعلها مع سياده الرئيس ان شاء الله ممكن توصلنا لمراحل مميزه. شكرا جدا.